السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل اللي احنا بدأناه في الباب الرابع. قلنا آخر حاجة اتكلمنا فيها، اتكلمنا على إن قطب الهيدروجين القياسي من خلاله قدرت أعرف جهود أقطاب عناصر الكيمياء كلها، وده مكنني بقى من حاجة اللي هو موضوع النهاردة، إن أنا أعمل سلسلة اسمها سلسلة الجهود الكهربية، اللي هي بزمان كنتوا انتوا بتقولوا ايه العناصر اللي هي نشاطها جامد قوي وتتحط في قمه السلسله واللي تعبانين تحت، هو الكلام ده بس هنحكيه النهارده بقى في ضوء الجهود الكهربائيه. عرف سلسله النشاط الكيميائي او سلسله الجهود الكهربائيه هو ترتيب العناصر ترتيبا تنازليا بالنسبه لجهود الاختزال السالبه، وترتيبا تصاعديا بالنسبه لجهود الاختزال الموجبه. كلمه ترتيب تنازلي يبقى ده معنى أكبر القيم السالبة فوق، تمام؟ وأكبر القيم الموجبة تحت. ده كده كتعريف. طيب التعريف ده عشان نفهمه هنقول ست نقاط مهمين جدا. الأولى إن سلسلة النشاط بتاعتي الناس اللي في القمة فوق هقول عليهم عوامل مختزلة قوية. لو انت خدت بالك ان عناصر قمه السلسله دايما هي عباره عن فلزات، يعني فوق هتلاقي ليثيوم بوتاسيوم صوديوم. الفلزات دي دايما بتفقد، الفلز بيفقد، وكلمه يفقد يعني يحصل له اكسده، واللي بيحصل له اكسده قول عليه عامل ايه؟ مختزل. يبقى نقدر نقول اول معلومه عناصر مقدمه السلسله عوامل مختزله قويه. كمل بقى. لانها يحدث لها عمليه اكسده اي تحرر الكترونات، اي فقد الكترونات. النقطة رقم 2، ست نقاط عايزين نقولهم عن السلسلة. النقطة رقم 2 اللي هو عكس اللي انت قلته ده بس تحت بقى، ها، عناصر مؤخرة السلسلة عوامل مؤكسدة قوية، عشان بيحصل لها عملية ايه؟ تمام، اختزال، يعني بتكتسب الكتروناتها بسهولة. يبقى أول نقطتين في السلسلة إن الناس اللي فوق عوامل مختزلة قوية عشان بيحصل لها عملية ايه؟ أكسدة، يعني بتفقد الكتروناتها بسهولة. أما عناصر مؤخرة السلسلة عوامل مؤكسدة قوية، أصل بيحصل لها عملية اختزال، وده معناه إن هي بتكتسب الكتروناتها بسهولة. دول أول نقطتين في حوارتنا عن السلسلة. النقطة رقم 3، تقريبا الهيدروجين في التلت الأخير من السلسلة هنا بيبقى تقريبا اللي هو جهد احنا اتفقنا بيساوي زيرو. قال لأي عنصر قبل الهيدروجين في السلسلة يقدر يحل محله في المية وفي الأحماض. يعني أي عنصر قبل الهيدروجين في السلسلة وليكن زي الصوديوم، تعالى فعل الصوديوم مع المية، فالـ N ياخد الـ OH بتاعت المية ويطرد الهيدروجين. طيب فعله مع حمض HCl، الـ N يطرد الـ H بتاع الـ HCl ويبقى NaCl ويطرد الهيدروجين. يبقى رقم 3، العناصر التي تسبق الهيدروجين في سلسلة النشاط الكيميائي تستطيع أن تحل محله في الماء وفي الأحماض. يلا رقم 4 عكسها بقى. العناصر التي تلي الهيدروجين في السلسلة لا تستطيع أن تحل محله لا في الماء ولا في الأحماض. كده قلنا أربع نقاط بنوصف بيهم سلسلة الجهود الكهربائية. الناس اللي فوق عوامل مختزلة، الناس اللي تحت عوامل مؤكسدة. اللي قبل الهيدروجين يحل محله، اللي بعد الهيدروجين ما يحلش محله. 5، أي عنصر في السلسلة يستطيع أن يحل محل أي عنصر آخر في محلول أملاحه، على شرط إنه يسبقه في السلسلة. عايز أفهم، يعني مثلا في هنا ألف، في هنا ب، في هنا ج، ماشي كده؟ أي عنصر من دولت يقدر يحل محل أي عنصر آخر في السلسلة على شرط إنه يسبقه. يعني إيه؟ يعني ألف يقدر يحل محل ب في محلول أملاحه، ويقدر يحل محل ج في محلول أملاحه. طيب ب يقدر يحل محل ج في محلول املاحه لكن ما يقدرش يحل محل الف. طب ج لا يقدر يحل محل ب ولا محل الف. دي النقطه رقم 5 اللي هي ايه؟ اي عنصر يستطيع ان يحل محل اي عنصر اخر في محلول املاحه على شرط ان يسبقه في السلسله. وبالمناسبه عشان الكلام ده هنعوزه بعد كده، كل ما كانوا العنصرين بعاد عن بعض جدا جدا في السلسله كل ما الاحلال يبقى اسهل، كل ما الاحلال يبقى افضل، لان كده بعدوا عن بعض قوي كجهود اكسده كجهود اختزال، وبعدهم عن بعض بيسهل العنصر يحل محل تاني. تمام كده؟ نقطه رقم 6 والاخيره بقى، اي عنصر له جهد. انت وانت بتقيس العنصر عن طريق الهيدروجين القياسي بيطلع له جهد. الجهد ده قد يكون باشاره سالبه او اشاره موجبه. الجهد القياسي اللي هو بنرمز له بالرمز اي نوت كده
جهد القياس ده اللي انت بتقيسه قد يحمل اشاره موجبه او اشاره سالبه. يبقى كده قلنا كام نقطه عن سلسله الجهود الكهربائيه؟ 6 نقاط، اللي فوق عوامل مختزله، اللي تحت عوامل مؤكسده، اللي قبل الهيدروجين يحل محله، اللي بعد الهيدروجين ما يحلش محله، اي عنصر في السلسله يقدر يحل محل اي عنصر اخر على شرط انه يسبقه، وجهد القياسي لاي قطب قد يحمل اشاره موجبه او سالبه. من الكلام ده بقى هنطلع بنوع من المسائل اللي هي يديني الراجل عنصرين ويقول له العنصرين دولت جهد اكسدتهم كذا، او جهد اختزالهم كذا، او واحد جهد اكسدته كذا والتاني جهد اختزاله كذا، ويطلب مني حساب القوة الدفع الكهربية، ويطلب مني كتابة رمز اصطلاحي، ويطلب مني هل هذه الخلية ينشأ عنها تيار كهربي أم لا. ده النوع من المسائل اللي هبدأ بيه النهاردة. وطبعا النوع ده يا اخوانا مهم جدا جدا جدا. تقريبا الباب ده في نوعين من المسائل، ده النوع الاولاني وفي نوع في اخر الباب. مفيش امتحان ثانوية عامة مفيهوش سؤال، يا اما المسألة دي يا اما المسألة اللي موجودة في اخر الباب. طيب نبدأ اول حاجة، لما يدي حضرتك عنصرين والعنصرين يكون مثلا ذات جهد اكسده، يعني مثلا قال لك ايه عنصر جهد اكسدته، جهد اكسدته باتنين، وبي عنصر جهد اكسدته بتلاته، وكلاهما ثنائي التكافؤ، احسب القوه الدافعه الكهربيه واكتب الرمز الاصطلاحي لهذه الخليه، وهل ينشأ عنها تيار كهربي أم لا؟ أول حاجة أطلبها من حضرتك في النوع ده من المسائل، أول حاجة اعرف لي مين أنود ومين كاثود. يعني لو اداك عنصرين ذات جهد أكسدة اعرف لي مين أنود ومين كاثود. طب اتنين ذات جهد اختزال برضك اعرف لي مين أنود ومين كاثود. طب واحد جهد أكسدة وواحد جهد اختزال، كده هي مقالية لوحدها بقى، أبو جهد أكسدة ده الأنود وأبو جهد اختزال ده الكاثود. نبدأ باللي فيهم إيه حركات الأول. لو الاتنين أكسدة الكبير يبقى انود، ولو الاثنين اختزال الصغير يبقى انود. بالبلدي كده لو اداك رقمين ذات جهود اكسده الرقم الاكبر هو الانود. ليه يا اخوانا؟ اللي جهد اكسدته عالي ده اللي في قمه السلسله فوق، واللي في قمه السلسله فوق هو ده الانود دايما. يعني لو في الف اهو وب اهو، بص كده الف ده انود وب كاثود، ركز في الجا دي بقى. طب في جيم هنا، ها في خليه ثانيه هيبقى ب الانود وجيم هو الكاثود، يبقى دايما اللي فوق انود واللي تحت كاثود. ما انت لسه قايل في السلسله عناصر مقدمه السلسله عوامل مختزله قويه لانها يحدث لها عمليه ايه؟ اكسده. يبقى دي الانود. يبقى لو الاثنين اكسده بلدي كده، ها يبقى الكبير انود، ولو الاثنين اختزال يبقى الصغير انود. طيب كده الاثنين دول اكسده، ها مين الكبير؟ الواد ده، يبقى ده الانود. مين الصغير؟ الواد ده، يبقى ده الكاثود. تخيل انت بقى، دي اول نقطة لو انت دخلتها صح انا اضمن لك بقية المسألة ان شاء الله رب العالمين. طب وريني كده. بص يا عم، هو طلب منك اول طلب حساب القوة الدفع الكهربائية. قوة الدفع الكهربائية ليها ثلاث قوانين، يا اما جهد اكسدة الانود ناقص جهد اكسدة الكاثود. يبقى انت عشان تطرح جهد اكسدة الانود ناقص جهد اكسدة الكاثود لازم تكون عارف مين انود ومين كاثود، وده اللي انا قلته لك اول ما تخش. اول حاجة بس اعرف مين انود ومين كاثود. او القانون التاني بقى، لو مديك اتنين اختزال بقول جهد اختزال الكاثود ناقص جهد اختزال الانود، يبقى برضك لازم اعرف مين انود ومين كاثود. او جهد اكسده الانود زائد جهد اختزال الكاثود. يبقى كل قانون انا بروح له على حسب المعطيات اللي مديهالي. يعني هنا هنروح للقانون بتاع اي ام اف، بيقول ايه بقى اي ام اف؟ ها جهد اكسده الانود، عشان الاثنين اكسده، جهد اكسده الانود ناقص جهد أكسدة الكاثود يطلع 1 فولت. كده أنا حسبت القوة الدافعة الكهربائية، طلعت بالموجب ولا بالسالب؟ زي ما أنت شايفها طلعت بالموجب، يبقى ينشأ عنها تيار كهربي، ينشأ عنها تيار كهربي. جه قال لك اذكر السبب، قل له لأن القوة الدافعة الكهربية موجبة. طلعت بالموجب. تمام كده؟ طيب اخر حاجه بقى بيطلبها منك، اكتب لي الرمز الاصطلاحي الذي يعبر عن هذه الخليه. فاكر في الفيديو اللي فات قلنا ايه؟ افكرك بكلمه انا قلتها، لما تيجي تكتب رمز اصطلاحي ابدا باللي حصل له اكسده ثم اصبح ايه، واختم باللي حصل له اختزال ثم اصبح ايه. تعال اتفضل معايا، يلا مين حصل له هنا اكسده؟ الانو اللي هو ايه؟ بي.
طب ولما يتاكس يتحول يبقى ايه؟ ها ايون بي موجب 2، عشان كده هو راجل اداني التكافؤ عشان اقول موجب كام. ثم الشرطتين بتوع القنطره، ها اللي هيحصل له اختزال A موجب 2 ها ثم A، طبعا دي 0 ودي 0. ساعات يقول لك طبعا ده كده رمز اصطلاحي، ممكن يقول لك اكتب المعادله التي تعبر عن هذا الرمز. برضك معلومه لحضرتك، بص يا سيدي، بص دولت متفاعلات، الاول والتالت متفاعلات والتاني والرابع نواتج. دي الحاجات بقى اللي هتلاقيها ايه في الواجبات. طيب ممكن يقول لك اكتب لي تفاعل الانود لوحده وتفاعل الكاثود لوحده. تمسك دي وتعملها زي ما انت ايه فاكر الخرسين يفتكروا دايما كده في دماغك، ها ان البي ذره هيفقد الكترونين ويتحول لبي موجب 2، والاي موجب 2 هيكتسب الكترونين ويتحول لاي 0. ها لو انت خدت بالك هتلاحظ ان المحصله بقى، عشان لو قال لك كمان المحصله الاثنين دولت تروح مع الاثنين دولت، ها ها بي 0 زائد اي موجب 2 ها بي موجب 2 زائد اي 0. كده انا هجاوب لك على كل حاجه. لو فورد قال لك اكتب لي تفاعل انود، اكتب لي تفاعل كاثود، اكتب لي المحصله الكليه، اكتب لي المعادله التي تعبر، يبقى احنا عملنا كل حاجه في المساله. خدت بالك من حاجه؟ ان انا كل اللي شرحته مرتبط ان انا اعرف مين انود ومين كاثود. تعالى ناخد واحده كمان بس بوجود اختزال بقى. يجي يقول لي مثلا ايه؟ معاك عنصرين A و B. ها جهده برضه، خلينا A و B برضه، جهده اختزالهما، يعني المره دي مديني جهد اختزال. قال لي مثلا ال A B سالب 2 ها وال B B سالب 1. ده جهود اختزال. ماشي كده؟ وكلاهما ثنائي التكافؤ. يلا احسب لي القوة الدفع الكهربية وقول لي هل هي شحنة تيار كهربي ولا لا، أو نفس الكلام اللي احنا عشناه. قلت لك أنا أول حاجة بتعملها إيه؟ خش الأول قول لي مين أنود ومين كاثود. قلنا لو الاتنين أكسدة كبير يبقى أنود، ولو الاتنين اختزال صغير يبقى أنود. تمام، أدي اتنين اختزال. مين الصغير هنا؟ سالب واحد. طبعا الرياضة أنا عارف ما شاء الله عليكم. بص يا باشا، اللي كبير بالموجب صغير بالسالب. يعني لو الاثنين دولت، انا كده بشرح للناس اللي هي بتتلخبط، لو الاثنين دولت موجب مين يبقى الكبير؟ ده يبقى ده الصغير بالسالب. لو الاثنين اختزال الصغير يبقى انود، يبقى ده الانود وده الكاثود. تمام كده؟ يلا بقى يا ريس، ها اي ها ام اف قوه الدفعه الكهربائيه بنعمل ايه؟ لو الاثنين اختزال جهد اختزال الكاثود ناقص جهد اختزال الانود. جهد اختزال الكاثود سالب واحد ها ناقص جهد اختزال الانود اللي هو سالب 2. ها سالب في سالب بموجب 2 ناقص 1، يبقى تطلع 1 فولت. ايه ده طلعت بالموجب؟ نقول نفس الكلام، ينشا عنها تيار كهربي لان القوه الدافعه الكهربيه موجب. طب اعمل لي الرمز الاصطلاحي، ابدا باللي حصل له اكسده مين؟ ايه ها ثم اصبح ها اي 0 ها اي موجب 2 شرطتين ها بي موجب 2 شرطه بي. طب اكتب لي اللي حصل له اكسده، الايه يتحول لايه موجب 2 ها، والاختزال بي موجب 2 يبقى بي بي 0. تمام، طب اكتب لي المعادله، الاول والتالت متفاعلات والتاني والرابع نواتج. تمام كده يا اخوانا. طيب فاجئني الراجل وجاب لي ثلاث عناصر واداني الجهود بتاعتهم. بص يا باشا بقى، لما يكون معاك ثلاث عناصر بالجهود بتاعتهم، دي معناهم ثلاث مسائل في مساله، يعني سي A و B و C. ها يبقى ال A وال B مع بعض يعملوا خليه، وال A وال C مع بعض يعملوا خليه، وال B وال C مع بعض يعملوا خليه. يعني بالبلدي كده كانك معاك ثلاث مسائل في المساله. يبقى ده اول حاجه خدوا بالكم منها. تاني حاجه، لو جاب لك معادله والمعادله ديت مثلا فيها عنصر زي ده، المعادله دي كانت سنه عامه قبل كده، H2 بلس Cu موجب 2 2H موجب زائد Cu، وانت عارف ان الهيدروجين جهده بيساوي صفر. طيب هتتعامل معاه في المسألة ان معاك المعلومة اسمها جهد اكسبت الهيدروجين بصفر، ولا جهد اختزال الهيدروجين بصفر؟ ما هتفرق. تبص على المعادلة، هو حصل له ايه؟
اكسده، يبقى كان البيان اللي معاك في المساله دي كانه مديك جهد اكسده الهيدروجين بصفر. لكن لو لقيته حصل له اختزال يبقى كان معاك بيان اسمه جهد اختزال الهيدروجين بصفر. اخر ملحوظه، طب لو العنصرين مش زي بعض في التكافؤ، يعني مثلا جه قال لك الثنائيه موجب 2 دي بتاعت الايه والواد ده موجب 3، تعمل ايه؟ بص لي هنا، هتعمل نفس الرمز الاصطلاحي الطبيعي بتاعها خالص، ان هبدا بذره الانود ثم الايون بتاعها، واجي هنا بقى الايون بتاع الكاثود اللي هيبقى موجب ايه؟ 3، ثم الذره بتاعتها. بعد ما تخلص اضرب كل واحد في تكافؤ التاني، يعني ده تكافؤ ثنائي يبقى اضرب هنا في 2، وده تكافؤ ثلاثي يبقى اضرب ده في 3، اللي هي حاجه اسمها تبادل التكافؤات. كده خلصنا الحمد لله كل الافكار بتاعت مسائل الايه؟ جهود الاقطاب. بعد بقى ما خلص القصه دي قال لي طيب ما يلا بقى نمسك الخلايا الجلفانيه ونشوف تطبيقات ليها في الحياه. قبل ما نشوف تطبيقات بقى الحياه نسال نفسنا سؤال، هو يعني ايه كلمه خليه جلفانيه؟ هي خليه يتم فيها تحويل الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربيه عن طريق تفاعلات اكسده واختزال تحدث بشكل تلقائي يعني من نفسها. يبقى شرط رئيسي كل اللي هتاخد امثله تكون ناس بتدي كهرباء بشكل تلقائي. عندنا مثلا رقم 1 خليه اسمها خليه الزئبق اللي هي حجر الساعه، وبتبقى موجوده في سماعات الاذن لضعاف السمع، موجوده في كاميرات التصوير. وعندنا خليه اسمها خليه الوقود، غالبا دي بسماها ايه؟ الخليه بتاعت رواد الفضاء، هنحكي عنها دلوقتي. وبطاريه العربيه دي كلكم عارفينها، وبطاريه الليثيوم اللي هي بطاريه الموبايل. قسموا الخلايا دي يا اخوانا لنوعين. قال لي في خلايا منهم اسمها خلايا اوليه، وفي خلايا اسمها خلايا ثانويه. قبل ما نختص النهارده ونقول ايه هي الخليه الاوليه وايه هي الخليه الثانويه، خد بالك من حته مهمه جدا، ان الخلايا الاوليه والخلايا الثانويه الاثنين خلايا جلفانيه. امال ايه الفرق بقى؟ ان الخليه الاوليه تفاعلاتها غير انعكاسيه، اما الثانويه انعكاسيه. بالبلدي كده الخليه الاوليه مش ينفع تتشحن، تخلص تترمي، لكن الخليه الثانويه بطاريه الموبايل ينفع تتشحن. تمام كده؟ يبقى لو جيت انا اعرف بقى، خد بالك من الخباثه دي، وجيت قلت ايه؟ هي خليه يتم فيها تحويل الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربائيه، وسكيب، هقول خليه جلفانيه عن طريق تفاعلات اكسده واختزال تحدث بشكل تلقائي غير انعكاسي، او الخليه اوليه. طب بشكل تلقائي انعكاسي، هقول خليه ثانويه. يبقى خدوا بالكم من الحته الاخيره في التعريف. طب لا قال انعكاسي ولا غير انعكاسي، قول خليه جلفانيه واسكت. طيب اهم حته بقى تاخد بالك منها، ان كل خليه هتاخدها، ده سؤال غالبا بيجي في امتحان اخر السنه، تحفظ رسمتها كويس وتعرف مين انودها ومين كاثودها ومين الالكترولايت اللي جوه اللي هو جوه التيار الكهربي اللي هو دايما المحلول، وكمان تعرف التفاعلات اللي بتتم سواء في تفاعل انود وتفاعل كاثود وتفاعل كلي. طيب نبدا مع بعضنا النهارده الخلايا الاوليه. اكتر عيب موجود في الخلايا الاوليه انها خليه مش ينفع تتشحن، لكن قابلها مزاتا انها جافه مش سائله، انها صغيره الحجم سهله الاستعمال والتداول، تعطي جهد ثابت لفتره طويله اثناء التشغيل. دي كلها مزايا حلوه ماشي كده، لكن عيبها انها ما بتتشحنش تاني، مجرد ما تخلص تترمي. يلا ناخد مع بعضنا خليه الزئبق كمثال للخلايا الجلفانيه الاوليه. الرسمه بتاعتها، ده الغلاف الخارجي اللي هو مصنوع من الصلب، وبيبقى في غلاف تاني من جوه كده. كده احنا بنرسم الرسمه بتاعت خليه الزئبق. يجي في الامتحان يطلب مني الرسمه ويطلب مني بيانات ثانيه. تمام؟ ده الغلاف الخارجي اللي مصنوع من الصلب، غلاف خارجي من الصلب، وده عازل. وهنا كده يا اخوانا ده الانود، وهو انود من الخرسين. وهنا كده في حاجز مسام، حاجز مسام، يعني زي ما يكون في فتحات كده يا اخوانا. ماشي، حاجز مسام. وهنا في الكاثود اللي هو بقى مين؟ كاثود من الجرافيت واكسيد الزئبق. التفاعل اللي بيتم في الخلايا دي تفاعل واحد بس اللي هو تفاعل كلي،
اللي هو مين الانود؟ خرصين اهو. مين الكاثود؟ اكسيد الزئبق. بص يا باشا بقى، الخرصين ياخد الاو ويطلع زد ان او، حصل له اكسده اهو، والاتش جي رمى الاو يبقى حصل له اختزال. والخليه دي بتدي قوه دفع كهربائيه مقدارها 1.35. لو خدت بالك تحس ان انا بسمع، انا مش بشرح حاجه. يعني الجزء ده غالبا ان انا معتمد عليا كطالب ان انا احفظ الخليه كويس واعرف مين انودها، مين كاثودها، مين الالكترولايت اللي جوه. ما قلتش انا الالكترولايت، صحيح نسيت وانا اسف. ها، والالكترولايت عباره عن الجزء ده اللي هو كي او اتش. مين انودها؟ مين كاثودها؟ مين الالكترولايت؟ ايه التفاعل اللي بيتم جوه الخليه؟ الخليه دي بتدي قوه دفع كهربيه قد ايه؟ لازم كل ده ابقى عارفه. ومن اسوء الحاجات في الخليه دي ان جواها ماده الزئبق وهي ماده سامه، وعشان كده يجب التخلص منها بطريقه امنه. ده مثال للخليه الجلفانيه الاوريه. المثال الثاني والاخير في محاضرتنا النهارده اللي هو خليه الوقود. وليه بقى انا سميتها خليه الايه؟ رواد الفضاء. فيها ميزه حلوه قوي خليه الوقود دي. اولا هي الفكره جات لهم ازاي؟ من التفاعل الشهير اللي كلكم عارفينه، اللي هو تفاعل الهيدروجين مع الاكسجين لتكوين الميه، بخار الميه. التفاعل ده بيصاحبه انطلاق طاقه كبيره، انرجي عالي جدا. بدأوا يفكروا طب ما تيجي نستغل الطاقه اللي طالعه دي في ان احنا ندور بيها حاجات ونشغل بيها حاجات. ومن مزاياها الرهيبه الخليه دي ان لقوا ان الوقود اللي بيستخدم في تشغيل صواريخ الفضاء، اللي هو وقود اللي هو الهيدروجين والاكسجين، هو نفسه اللي انا هستخدمهم هنا في الخليه دي، هيدروجين واكسجين. طيب رسمه الخليه عامله ازاي يا سيدي؟ بص يا عم ركز بقى معايا. اول حاجه ده عباره عن وعاء مجوف مبطن بطبقه من الكربون المسام. ده كده وعاء مجوف مبطن بطبقه من الكربون المسام. وهنا كده بيبقى السلك اللي خارج، اللي هو هنا هوصله زي بمصباح عشان استدل فيه تيار كهربي ولا لا. ده الانود، يعني ده اللي هيحصل عنده الاكسده، يعني هنا هيتم فقد الالكترونات. وده الكاثود اللي هيحصل عنده الاختزال، اللي هو هيكتسب الكترونات. والوعاء المجوف ده بيربط بين الحجره الداخليه والمحلول الالكتروليتي. ماشي كده؟ نكمل الرسمه. هنا بيتم دفع غاز الهيدروجين، وهنا غاز الاكسجين. دولت قلنا ده الوقود اللي احنا بندخله جوه الخليه، اللي بيشبه بالظبط الوقود اللي بيستخدم في تشغيل صواريخ الفضاء، ودي ميزه من مزايا الخليه دي. هنا هيحصل الاكسده للهيدروجين، وتعالى بقى نبدا نعمل هنا لسه اقول لك، هنا في الكترولايت اللي هو هيدروكسيد البوتاسيوم الماء. واخر حته في الرسمه هتلاقي عامل لك كده ايونات الهيدروجين. طبعا هشرحها لك حالا دلوقتي. طبعا لو ليك مزاج تعرفها بسرعه، الهيدروجين لما تحصل له عمليه اكسده يتحول من ذره لايون، هي دي الايونات. تمام. وهنا اخر رسمه، اخر حته في الرسمه يعني، هيخرج الماء الناتج اللي هو ده، اللي هو هيكثفه بتوع رواد الفضاء ويستخدموه في ميه الشرب، والاكسجين الزائد. كده دي الرسمه تقريبا مبسطه بتاعتنا. طيب يلا بقى كالعاده، التفاعل اللي هيحصل عند الانود، والتفاعل اللي هيحصل عند الكاثود، وايه الكل. عند الانود هيحصل اكسده للهيدروجين اللي داخل، اهو الهيدروجين داخل عند الانود، يحصل له عمليه اكسده، يعني يفقد الكترونات ويتحول لايون موجب، اللي هي الايونات دي اللي هي تنزل في المحلول كالعاده. زي ما انا قلت، الذره لما تبقى ايون تسوى تنتشر في المحلول. تمام كده؟ طيب ويرتبط مع الاربعه او اتش سالب، ودولت جايين من الكترولايت. انا قلت لك الالكترولايت عباره عن كي او اتش كده، انا بشرح اللي هو مش عليك ليك انت. كي او اتش كي موجب والاو اتش سالب. فالاربعه اتش موجب دولت، كل اربعه اتش موجب يرتبطوا مع اربعه اتش سالب ويعملوا اربعه بخار ميه، ومع انطلاق أربعة إلكترون دولت اللي هم جم الأربعة هيدروجين، أربع ذرات هيدروجين. وفي الآخر إي نود اللي هو جهد أكسدة الهيدروجين بيساوي 83% فولت. طبعا الشرح اللي بشرحه دوت مش عليك، ما بيسألكش فيه، هو بيقول لك اكتب معادلة الأنود أو الكاثود. يلا بتاعت الكاثود بقى، الأكسجين اللي داخل مع
جزيئين من بخار الميه، والاربع الكترونات اللي هم طلعوا من الاكسده يعملوا لي 4 او اتش سالب، وجهد الاختزال هنا ب 4 من 10 فولت. يلا هات المحصله بقى. في حاجه جميله جدا، انت تتاكد منين ان في حاجه عكت ولا ما عكتش؟ ان المحصله تطلع دي اللي هو الهيدروجين والاكسجين بخار ميه، لو ما طلعتش ده يبقى في حاجه انت نسيتها. يلا بص يا سيدي معايا، ادي 4 الكترون في المتفاعلات يروحوا مع الـ4 الكترون اللي في النواتج، والاربعه اتش اللي في المتفاعلات يروحوا مع الاربعه اتش اللي في النواتج. ركز بقى في اللي جاي دي، ودولت 2 جزيء من بخار الميه ودول 4، فالاثنين دولت يروحوا مع 2 من دولت يفضل 2 بس. يبقى النتيجة لنا هي عبارة عن ايه؟ ها 2H2 زائد O2 هيديني 2H2O تمام مع انطلاق طاقة. طبعا القوة الدفع الكهربائية لهذه الخلية لما اجمع الاثنين دولت هيطلع 1.23. طب هنا جمعت ليه؟ عشان ده جهد اكسدة وده جهد اختزال، قلنا لو واحد اكسدة واحد اختزال بنجمعهم الاثنين على بعض. اجمل ميزة في الخلية دي بقى يا اخوانا انها ما بتخزنش الطاقة جواها، ده انا بمدها، انا بمدها بالوقود فتشتغل، واول ما تشتغل بزيل وبخرج الطاقه اللي ناتجه منها. ودي اهم ميزه، ان انا بديها الوقود تروح مديني الطاقه اللي انا بسحبها على طول، يعني ما بيتخزنش الطاقه جواها. دي الميزه الاولى. في ميزه كمان طبعا ان ده بخار الميه اللي بيطلع يكثفه ويتم شربه بالنسبه لرواد الايه الفضاء. ثالث ميزه بقى، لا تستهلك كبقية الخلية لأنها بيتم إمدادها بالوقود من مصدر خارجي، يعني بالبلدي كده مش الوقود جواها، فمع الوقت والركنة ممكن الوقود يستهلك. لا ده أنا أديها الوقود تبدأ تشتغل، وأول ما تشتغل باخد منها الإيه الطاقة اللي بتنتج منها على طول، إزالة مستمرة للنواتج. كده خلصنا المثالين بتوع الخلايا الجلفانية الأولية، خدنا خلية الوقود وخدنا خلية الزئبق. ان شاء الله الفيديو اللي جاي ناخد بقى الخلايا الثانوية وناخد معاه صدأ الحديد ان شاء الله، واتمنى نذاكر اول باول، واشوفكم على خير ودعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.